في اي حاجه. ربنا يا رب يبارك والسياحه تزيد و... اهم حاجه المرشدين. طب قول لي ايه اللي جد؟ يعني الكلام ده كان بيحصل من 10 سنين ولا في حاجه جد؟ لا لا، كانت الزبائن بتنزل والمرشد بينزل معاها سيادتك هنا، لكن دلوقتي واخد بسيادتك المرشد ينزل طيب لا ده طبعا ده مرفوض، وانتوا جزء انتوا جزء من التراث اللي السايح عايز يتفرج عليه. لكن انا سؤالي الظاهره دي، يعني انا ايامي زمان كنت بشتغل مرشد سنه 92، يعني اشتغلت كام شهر كده، كنا عندي الناس كانت احلى زياره ليها ان احنا ننزل السوق هنا واسيبهم واقول لهم نتقابل بعد ساعتين اخر السوق، وينزلوا يشتروا. ايه اللي جد؟ ينزل بقى يقول لك ايه اللي صاير. امتى حسيت بالتغيير ده؟ الكلام ده من سنتين. من سنتين؟ لا من الثوره يا باشا. بس اسمع بقى قال لك ايه؟ اسمع بقى الناحيه الثانيه، شركات السياحه بتقول لك ايه؟ لما بدات الناس تشتكي لي من اهلنا في الاقصر واسوان، قعدت مع الشركات، ايه اللي جد؟ قالوا لي يا فندم احنا بعد لغايه 2011 كنا بننزل. بعد 2011 بقول لك هو بيقول ايه بقى؟ بعض الناس مش انتوا بدات الاسعار تبقى ايه؟ زياده الزيادات، وبدات بعض الناس تتعامل مع السياح بطريقه، فاحنا قلنا ايه؟ فهي الموضوع ظريف جدا ان احنا مع بعضنا نقعد مع شركات السياحه ونتفق كلنا ان احنا اسعارنا موحده سليمه، يعني اسعارنا معلنه زي المفروض ما القانون بيقول، بحيث نعرف ان احنا ما يلاقيش عندك الحاجه ب 40 جنيه يمشي قدام شويه ليها ب 5 ب 10 جنيه. فقد الثقه في ابو 10 وفقد الثقه في ابو 40. سحب رجله من محلك ومحله، وانا القعده دي انا هقعد معاكم فيها بنفسي. يا ريت والله يا ريت سعاده الرئيس. طيب احنا هنقعد نقعد مع بعض، نقعد مع شركات السياحه تماماً، ونقعد مع المرشدين السياحيين، وانتوا تنقوا مجموعه منكم ونقعد كلنا مع بعض. انا مش عايز سايح يقول لي اشتريت حاجه تمنها 120 جنيه خرجت بره لقيتها ب 10 جنيه، لان اللي عمل كده قطع عيشك بالظبط، لانه مش هيجي مصر تاني بالظبط. فانتوا عليكم دور كبير جدا. احنا موافقين والله يا معالي الباشا. خلاص احنا يعني لو هتفكسوا الاسعار، يعني لو هتخلوا الاسعار احنا يعني لو عايزين تسعروا الحاجه برضو احنا موافقين على كده. والسايح هندي والسايح يشوف السعر بعينه. نفس السعر اللي هتقولوا اللي هتؤمروا بيه هيتحط. يعني انا هاخد 20 جنيه في الحته دي، يعني الحاجه حضرتك دي تتفكس كده ويتحط التيكت عليها ان ده ثمنها كذا بس. احنا مش هنتعب مع السايح برضه. وانا اوعدكم هنعمل القعده دي في اقرب وقت، احنا بس طالعين هنا دلوقتي فمش هنلحق النهارده، بس هحاول في اول مره اجي الاقصر نعمل القعده دي ونجيب شركات السياحه. وانا دلوقتي هكلم غرفه شركات السياحه عشان يتكلموا على شركات السياحه، لان انتوا جزء اصيل من الزياره. تمام. ما ينفعش انكم تهمشوا. كانت في نفس البرنامج سيادتك السوق كان في نفس اول زياره تنزل كان ينزل السوق بس قبل المقبل. بس في نفس الوقت هيبقى في عندنا بقى من الوزاره ومن شرطه السياحه والاثار رقابه شديده للي هيعمل حاجه غلط. واحنا موافقين، يعني لو هتتعمل نقطه ثابته هنا ان الناس تشوفها برضه موافقين عليها حضرتك. ربنا يبارك فيك. احنا مع الدوله قلبا وقالبا. انتوا ناس محترمه. لان احنا الدوله احنا الدوله. صح عندك حق. احنا الدوله. ربنا يبارك. احنا كله عاوزين ناكل عيش بس. ربنا يبارك ان شاء الله. عاوزين نعيش. سلام عليكم. شرفت بيكم. السلام عليكم.